اه طبعا. هتقول ايه؟ نعم طبعا. ليه؟ ليه؟ عشان الاستقرار بتاع البلد. حضرتك هتشارك في الاستفتاء على الدستور؟ اه. هتصوت بيه؟ يعيش الدستور. نعم طبعا. ليه؟ نعم. ليه؟ عشان بحبه. هتشارك في الاستفتاء على الدستور؟ اه هشارك طبعا. كده. هتصوت بيه؟ طبعا. لا. ليه؟ كده. ان شاء الله. هتصوت بيه؟ نعم. ليه؟ عشان احنا عايزين نعيش بقى زي بيت الناس. هتشارك في الاستفتاء؟ اكيد طبعا. نعم طبعا. ليه؟ ايه؟ ليه؟ عشان مصر يبقى تبقى كويسه. حضرتك قريت الدستور؟ لا ما قريتوش، مش عايز اقرا، بس عايز مصر تبقى كويسه. طبعا اكيد طبعا. هتصوت ايه؟ هصوت بنعم طبعا. حضرتك قريت الدستور؟ لا ما قريتوش لسه والله. دستور؟ لا. ليه؟ عشان مش موافق عليه. قريت الدستور؟ لا. حضرتك هتشارك في الدستور؟ الدستور؟ طبعا. لازم نعم طبعا. ليه؟ عشان البلد تمشي كويس. حضرتك قريت الدستور؟ يعني بعض حاجات منه. اه طبعا اكيد. نعم طبعا. طب ما تاخدي الرقم عشان الاستقرار، وعشان عايزين بقى نخلص من. نعم؟ يعني قريت منه شويه مواد كده. نعم ان شاء الله. لان في حاجات كان الشعب يعني حريته فيها، يعني الدستور يعني الجديد اللي هو التعديلات اللي فيه مديها يعني الشعب يعني حريه. حضرتك هتشارك في الاستفتاء على الدستور؟ ان شاء الله. هتصوت بيه؟ بنعم. ليه؟ هتصوت بيه؟ بنعم باذن الله. عاوز البلد تستقر، مش عاجبني الحال، شايف الدستور ان ده الاستقرار للبلد احسن من كان الاخوان موجودين، كانش في استقرار، كانت الدنيا مقفوله. دلوقتي برك عاوز بس البلد تستقر عشان الناس اللي زي شباب نلاقي فرص عمل نشتغل، لان الدنيا واقفه بصراحه خالص. طبعا. هتصوت بيه؟ لازم نعم طبعا عشان مصر تمشي، مش ولا تفضل زي ما هي. حضرتك قريت الدستور؟ قريته كويس، 70% مش وحش. لازم ده تخطى شويه وتمشي العمليه. اكيد يعني ان شاء الله. هتصوت بيه؟ بنعم. ليه؟ لان ده مستقبل البلد كلها، يعني ده شيء ما اللي اعترض عليه يبقى انسان مثلا بيقدم لاولاده. هتصوت بيه؟ نعم، الف نعم. المهم ان البلد تمشي وتبقى زي الفل. احنا عايزين ايه؟ عايزين الامن والامان، يعني يا ريت ايام ترجع تاني وتبقى احسن. احنا عايزين ايه غير كده؟ صح ولا لا؟ هو ده اللي يهمنا، تبقى لاولادنا واحفادنا ونشوف الدنيا كده. ده مصر ان شاء الله، ادخلوا مصر امنين. صح ولا لا؟ ان شاء الله ادخلوا مصر امنين، ده مذكوره في القران اكتر من مره، الوحيد. صح ولا لا؟ وكل سنه.